انطلاقة لانطلاقة تظهر المساحات من الطرف الأيسر، هذه إمكانية تعبئة كرة يا سلام سلم يا سلام سلم، ما شاء الله عليه، سجل هدف جميل جدا، هدف جا في وقته في زمانه في مكانه، ما كناش نتمناه ونظنه أن المنتخب الوطني سيسجل هدفا بهذه الجودة وبهذه الدقة وبهذه الروعة. هدف لا صفر، تصبح النتيجة 1-0. قلت أنه سنؤمن بالحلم لنهايته، الحلم أتمنى أن لا ينتهي اليوم للعناصر الوطنية مع كل الفوارق التي تتضح في هذه المباراة. عدنا ثقة كبيرة في أولادنا في أبنائنا بس يسجلوا الهدف. وهيب عبد الواحد، وهيب يا وهيب يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. تمريرة كبابري عثمان، وهيب كيف ما جاته سددها. وهيب يا وهيب يسجل الهدف الأجمل في هذه الإقصائيات لحدود الساعة. استغل تقدم حارس منتخب غينيا، تصبح النتيجة 0-0. نعم كرة القدم لا تعترف بالأحكام المسبقة وبقوة المنتخبات.